في عيد الاضحى عملتي حفله تمام، وتقالي ان معاكي كان بودي جاردات، كانوا قد ايه؟ انا لا والله دول بتوع الحفله هم اللي جايبينهم. تعالي شوف الصوره اللي عملت ضجه، 15 بودي جارد في حفل العيد وانت مش باينه، عارفه كلهم عضلات. ومي اللي هناك دي الصغيره القليله اللي هناك دي. ده كان في العيد، كان في العين السخنه مظبوط. في العين السخنه وايه بقى دي كانوا البودي جاردات، لانه قالوا دول مي رايحه واخدها معاهم بقى. يا ده انا لا مش قوي كده، مش اخاف على نفسي قوي كده. لا هم ممكن منظمين الحفله هم اللي كانوا جايبين، لان هي كانت حفله فيها جمهور بكم كبير، ف يعني هم كان بس مش تامين ليا، كمان تامين للناس اللي في الحفله. تامين للناس اللي في الحفله كمان. الناس اللي داخله يعني هم دول كلهم مش معايا انا بس، يمكن هم بيدخلوني على الستيج ويرجعوني على الاوضه، لكن هي كمان تامين للناس اللي في الحفله. بس انت بطبيعتك ما بتتحركيش ببودي جارد. لا ايه ده يعني دماغك عايزه اقول لك انا خالص بودي جارد ايه اللي همشي بيه؟ لا خالص انا مش كده على فكره، انا بحب ابقى طبيعيه جدا. ولو انا مش في التصوير مثلا هتلاقيني زي اي بنت قاعده ما بتعملش شعرها وبنزل مش حاطه ميك اب ولابسه عادي جدا وشخصيه. انا مي بقى في انا معرفتي بمي يا جماعه، انا قابلتها قبل كده كذا مره، يعني البياض اللي جوه ده ما بيبقاش دايما موجود عند الناس. حبيبتي يا ارون، وده يعني معكوس على حب الناس ليها وحب الوسط ليها، لانها فعلا قلبها ابيض ومتواضعه وجميله جدا.